اليوم مملكة البحرين تستضيف افتتاح اتحاد البرلمان الدولي بمشاركة ما يفوق 143 دولة، والوفود المشاركة يصل عددهم تقريبا إلى 1700 وما فوق. اليوم البحرين قدمت نموذج إلى الدول العربية ككل في هذا التنظيم المحفل الكبير اللي تستضيف مملكة البحرين بجهود وسواعد بحرينية من كافة الكفاءات وفرق العمل. المؤتمر هاي له أهمية خاصة بالنسبة للبحرين، لأن أولا هاي يؤكد ثقة المجتمع الدولي خاصة على المستوى البرلماني في مملكة البحرين، وأعتقد أن هاي النوع من المؤتمرات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا في المنطقة، ويحملنا أيضا مسؤولية أن يعني بحكم أن رئاسة البرلمان أو المؤتمر تكون عند البحرين في هالفترة، فيحملنا أيضا مسؤولية أن يعني إحنا نطلع بدور أكبر في مسألة التشريع والرقابة والأداء، وأيضا في نفس الوقت نستفيد من التجارب الإقليمية والعربية والدولية اللي تصب في مصلحة العمل البرلماني، وزيادة يعني خبرات وتجارب البحرين لن تتم إلا بصقلها من خلال التعاون مع البرلمانات الأخرى، وخاصة دول العالم يعني مختلفة عندها تجارب غنية في مسألة التشريع، مسألة الرقابة. بعض هذه البرلمانات تمتد عمرها تجربتها إلى مئات السنين، وبالتالي وجود هذا النوع من المؤتمر يعني المؤتمرات يكون في البحرين يكون عامل مهم لتطور تجربتنا، وفي نفس الوقت ننقل تجربتنا للآخرين.